السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في إطار أننا كنخدموا الامتحانات ديال التعليم، يعني ما بقى له والو، كنحاول أن نراجع معكم بالنسبة للمواد كاملة، يعني كنحط اللغة العربية، اللغة الفرنسية، قواعد. دابا غادي نشوفوا يعني اختبار في مستجدات نظام التربية والتكوين، يعني غادي نشوفوا الوضعيات اللي كيعطيو، الأسئلة ديال كل سام، يعني كل شيء. وغادي نعطي بزاف ديال النماذج، يعني ديال 2023، واي امتحان كيتحط اللي هو خصوصا دوك اللي كيتعاودوا بزاف، يعني الاسئله اللي كتكون مشتركه في بزاف ديال الامتحانات. اذا بالنسبه للوضعيه الاختباريه الاولى، يعني تبقى عندكم الوضعيه، يعني تقراوها مزيان، يعني هالكم على ديالها باش حنا ندخلوا نيشان نشوفوا الاسئله ديالها باش ما نضيعوش الوقت. يعني كتمشي للامتحان كتقرا هذه الوضعيه هذه، يعني كتسمعن فيها مزيان في الكلمات باش تقدر انك تجاوب على الاسئله. اذا دابا نشوفوا الاسئله، يعني اسئله وكيعطيونا هنا صدر الميثاق الوطني، يعني بالنسبه للدات خصكم تكونوا كطيروا فيهم. صدر الميثاق الوطني للتربيه والتكوين فيه، اذا هنا اختر من ضمن الاجوبه المقترحه، يعني عطاونا الف باء جيم دال الاجوبه هادو، عن كل سؤال الجواب صحيح، وضع امامه علامه. اذا فوقاش صدر خرج الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، هنا عطاونا اقتراحات. نمشيو حنا نيشان الجواب الصحيح هو 1999، يعني اما في الخانه اللي قدامها تكتبوا داك ديروا كرو. السؤال الثاني، الهيئه التي اصدرت الميثاق هي، شكون اللي خرج الميثاق؟ شكون الهيئه اللي خرجت الميثاق؟ واش المجلس الاعلى للتعليم، ولا وزاره التربيه الوطنيه، ولا اللجنه الخاصه، ولا اللجنه الدائمه؟ اذا الجواب الصحيح هي اللجنه، يعني اللجنه الخاصه للتربيه والتكوين. السؤال الثالث، ينتظم التعليم المدرسي حسب الميثاق الوطني للتربيه والتكوين في، يعني في سلك، يعني كان عطاونا اسلك التعليم الاولي، في سلكي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي. اذا هنا نشوفوا دابا السؤال الرابع، تم اقرار البرنامج الاستعجالي لسنوات، يعني هذا البرنامج الاستعجالي عندنا جواب صحيح 2009-2012. اصدر المجلس الاعلى للتعليم تقرير تشخيصي المشار اليه في النص، يعني داك النص اللي غادي تقراوه في الوضعيه الاولى، سنه يعني المجلس الاعلى للتعليم، يعني تقراوا النص مزيان تشوفوا انه مكتوبه 2008. المنهاج المنقح يخصه، هنا سنه، يعني السنه الاولى من التعليم الابتدائي، ولا كيقصدوا ثلاث، يعني شنو هنا، اربع سنوات الاولى من التعليم الابتدائي. الانشطه المندمجه التي تنظم داخل فضاء المؤسسه يقصد بها، داك الانشطه المندمجه اللي كدار لداخل في الفضاء شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها انشطه التعلم غير الصفي، يعني داخل فضاء المؤسسه، يعني غير الصفي. هنا غادي نشوفوا دابا السؤال، تامين الزمن المدرسي. تامين الزمن المدرسي شنو كيقصدوا بتامين الزمن المدرسي؟ هو استيفاء المكونات والحصص الدراسيه من ابرز اعلام علم النفس السلوكي، من ابرز اعلام، عطاونا بزاف ديال الاسماء، وعندنا هنا تور ناديك. صنافه التي تهتم بالمجال العقلي هي، هنا الصنافة، واش صنافة دونك انا مشونيش الجواب، هي صنافة بلوم، بنيامين بلوم. هنا رتب المراقي الآتية حسب ترتيبها في صنافة بلوم، يعني الصنافة ديال بلوم هنا يدار يعني على شكل هرم، هنا غادي نرتبو على حسب داك الترتيب اللي كان دايرو في الهرم، يعني هنايا غادي نشوفو المراقي مرقة ونشوفو ترتيب. هنا عندنا التطبيق والفهم والتحليل والمعرفة، إذا نمشيو بالترتيب شنو هي أول حاجة كان دايرها لنا في الهرم، والثاني والثالث وحتى للرابع. إذا أول حاجة هي عندنا المعرفة، ثاني حاجة الفهم، ثالث حاجة التطبيق، والتحليل آخر حاجة. هنا أربط بسهم بين كل نظرية ومفهومات للتعلم، يعني عندنا النظريه السلوكيه البنائيه المعرفيه، يعني كل وحده شنو كتعني لنا، شنو مفهوم التعلم بالنسبه لكل نظريه. بالنسبه للسلوكيه، النظريه السلوكيه ونشاط مشروط بمتحكمات خارجيه سلوكيه. بالنسبه للبنائيه، فعل نشيط يتحدد بتوظيف المعارف والخبرات السابقه من اجل بناء معرفه جديده.
بالنسبة للمعرفية، النظرية المعرفية يعني سيرورة يقوم خلالها الذهن بمعالجة المعلومات وتخزينها. يعني بالنسبة لهذا الشخص تكون يعني مراجعه بزاف وحافظينه، وخصوصا ملي كتدربوا عليه في الامتحانات كل مرة هاد الأسئلة. بالنسبة للأسئلة ديال التربية كيكونوا في يعني في جميع النيفو، ماشي ضروري تبقى انت مركز غير على ابتدائي ولادي، هادو راه وحدين كيمشيو مع جميع النيفو. انا اجب بصحيح او خطأ بوضع علامة في الخانة المناسبة. هنا يعني تحتسب المراقبة المستمرة في امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية بنسبة 50%. اذا المراقبة المستمرة يعني المراقبة المستمرة يعني مثلا ديال الدور الاولى ولا هادي، واش كتعتبر 50%. منظومة مسار نظام معلوماتي يعتمد لتدبير المراقبة، يعني كيعتمد غير على تدبير المراقبة المستمرة. هنا عندنا الكتاب المدرسي هو المقرر الدراسي. اذا حنا خصنا نوضع علامة صحيح. اذا الاولى عندنا صحيحة صحيح، الثانية خطأ، الثالثة خطأ. يعني تتمشي من خلال المعلومات كتزيد وكتوسعوا وكتقلبوا. اذا دابا غادي نشوفوا الوضعية الاختبارية الثانية. زين كيعطيك نص خصك انت كتقراه، ومن خلال داك النص كيعطيك واحد المجموعة ديال الأسئلة. اذا كيف ما العادة ها هو النص عندكم، يعني حتى تقراه على خاطرك مزيان، تقدروا ديروا بوز الفيديو تقراه وتجاوب على الأسئلة، وعاد اطلق الفيديو وتشوف التصحيح ديال الأسئلة اللي انت درتي. يعني هكا في نفس الوقت انك كتخدم كتراجع وكتمتحن راسك. ودجا يلا حطيت لكم دابا واحد الفيديو ديال مراجعه ديال الدروس ديال الفرنسيه، يعني القواعد اللي كيتحطوا لكم في الامتحانات. درت الجزء الاول، يعني غدا نحاول ان نبقى نعطيكم مراجعه ديال الدروس، واعطيني فيديو اخر في غير تمارين يعني على شكل كل سيام. اذا ملي غادي تقرا النص، يرصد النص واقع المنظومه التربويه ويحدد اهم رهانات اصلاحها. يعني النص ما تقراه كيهضر على الواقع ديال المنظومه، وكيهضر كيحدد اهم رهانات باش تصلح هذه المنظومه. ابرز ذلك. اذا غدا نعطيكم الجواب. اذا هنا واقع المنظومه التربويه، يعني صعوبه تعميم التعليم الاولي، القضاء على الاميه، استمرار الهدر المدرسي، تدني مكتسبات التلاميذ، عدم ملائمه التكوين لحاجيات سوق الشغل. يعني هذا الواقع اللي كاين بالنسبه باش ان يكون اصلاح، يعني الرهانات يعني هو تعميم التعليم الاولي والنهوض به، وضع منهاج تربوي خاص، رفع وتيرة محاربة الأمية. بما أننا عندنا مشكل ديال محاربة الأمية، إذا نترفع من وتيرة محاربة الأمية والتربية، يعني هذوك كاع المشاكل حنا كنحاولو هما اللي الناس نصلحوهم صافي، وحتى تكملوا داك الأسئلة كاملة زعما الأجوبة. هنا السؤال الثاني، من أبرز اختلالات المنظومة التربوية التي شخصتها مختلف التقارير الوطنية والدولية تدني مكتسبات التلاميذ في مجال القراءة واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي بشكل مقلق. إذا توسع في شرح هذه الفكرة. إذا بما أننا عرفنا أن الاختلالات ديال المنظومة التربوية والمشاكل اللي كاينين مكتسبات التلاميذ، تدني مكتسبات التلاميذ، الهدر المدرسي، إذا حنا غادي نشرحوا هذه الفكرة هذه. درجة حنا جاوبنا عليهم وقلنا شنو خص يدار، هنا غادي تولي تعاود توسع في هذه الفكرة هذه. يعني أي معلومات عندك على كل حاجة بوحدها تزيد تشرح فيهم. إذا هذا هو الجواب، يعني تقراو على خاطرك، ممكن انت ما تاخذش هذا، تتخدم نتايا وتشوف تقارن. السؤال الثالث، من اهم مجالات التدخل من اجل تطوير النظام التربوي تعميم برنامج الدعم الاجتماعي وتحسين اليات تدبيره. بين من خلال امثله ما تم انجازه في هذا المجال. اذا في هذا المجال هذا خصك تكون عارف وقاري هاد الاسئله. علاش زوينين؟ حيت كيعطوك فكره على شي حاجه انت مثلا مازال ما راجعتيهاش كاع، ما واخدتش عليها فكره، ما على بالكش انها غادي تحط في امتحان، ما صادفتيهاش في شي امتحانات كتمشي تراجعها. يعني ماشي ضروري انك تكون عارف تجاوب على كل شيء، ولكن من خلال الاسئله كتمشي تعاود تراجع الدرس، كتاخذ الحاجه اللي انت خاصك. اذا عطيتكم الجواب هنا، من اهم مقتضيات الاصلاح الوارده ضمن الرؤيه الاستراتيجيه إعادة النظر في الإيقاعات الزمنية، تدبير الزمن المدر الدراسي، تخفيف من كثافة البرامج ومن طولها، يعني مابقاش الكتب يعني فيهم بزاف دروس، تضخمها، إدماج الثقافة وأنشطة الحياة المدرسية، وحصص الدعم التربوي في صلب المنهج التعليمي. بين مضمون كل مقتضى من هذه المقتضيات كما تبلورت في المنهج المنقح. إذا هنايا وعدنا السؤالين في هذه الوضعية تعطيهم 5 ديال الأسئلة.